طيب ما يتعلق بقى بالوضع الداخلي الاهلي وبيراميدز، لما اثيرت مشكله انتقال لاعب زي رمضان صبحي الى بيراميدز سمعنا اصوات نشاز كتيره غير اهلاويه او غير محبه للاهلي في تفسير ما يجري. هو الاهلي متضايق ليه؟ ما ياما عمل كده مع الاسماعيلي، ما لا اللي كان بيخطف لعيبه الاسماعيلي، مش ده اللي عمله برضه الاهلي مع الاسماعيلي؟ وكلام غريب وعجيب كل مره نرد عليه لكن اصحابه يفضلوا مصممين ومصرين عليه. حتى رد الكابتن عماد النحاس اللي جه للنادي الاهلي من النادي الاسماعيلي، بنى مجد كبير جدا في النادي الاهلي كواحد من صناع الجيل الذهبي، وما شاء الله السنه دي احسن مدرب في الدوري. قال رايه في هذا الفارق ما بين اللي جه للاهلي من الاسماعيلي واللي عايز يروح بيراميدز. تسمع عماد النحاس؟ اه، له وجهه نظر مختلفه عن اللي احنا قلناه كمان. نشوف. موقف الاهلي من لعيبه الاسماعيلي وضربوا مثل بعماد النحاس، وبيراميدز وهو بياخد لعيبه من الاهلي او بيغري لاعبين بفلوس اكتر من اللي الاهلي ممكن يدفعها، هل في شبه ما بين موقف ان الاهلي ياخد لعيبه نجوم بتوع الاسماعيلي وبيراميدز ياخد لعيبه نجوم من الاهلي؟ شبه في ال... في ال... هم حاسبينها ازاي؟ اه، في فكره ان انت جالك النادي اللي ياخد منك نجومك. لا بس يعني انا برضه اتحط هنا في حته صعب جدا، يعني او ده سؤال بالنسبه لي هيبقى صعب جدا. ليه؟ عشان النادي الاسماعيلي في التوقيت ده كان منافس قوي، والنادي الاسماعيلي الاسم والتاريخ والجمهور، فالموضوع مختلف يعني. والامكانيات الماديه في الوقت ده كانت صعبه يعني، هنا كان الجنيه كان مقارنه كبيره قوي. لكن لا، نادي غير النهارده. ما اتكلم في بيراميدز، بيراميدز من اول يوم انت بتتكلم في قوه شراء وقوه ماديه مش طبيعيه. فكم لعيبه هيتحط تحت الضغط ده وهيوافق ولا يرفض؟ لكن في الوقت بتاعنا ما اظنش ان كانت الفلوس هي اللي بتحركنا يعني، لكن ممكن كان الطموح، كان ممكن خلاص عادك بينتهي وعايز تروح نادي الاهلي. لا، الامور لا انا بشوف ان الامور مختلفه يعني. الامور مختلفه طبعا، مع كل الاحترام والتقدير للنادي الاسماعيلي. وانا ليا حياه برضو تفاصيل صغيره يعني، بعيد عن ان انت بتقارن. هو بيقارن ما بين اللعيبه اللي الاهلي اشتراها من الاسماعيلي او خدها من الاسماعيلي، وما بين ان انت بيراميدز النهارده لما بياخد لعيبه من الاهلي. شويه الموضوع في اختلاف. شايف ان المقارنه مش منطقيه؟ لا. هو طبعا في الرأي نتحرج ان احنا نتكلم فيه. احنا اتكلمنا ان احنا لعيبه الاسماعيلي لما قلنا خدوا بطولات فلفتوا النظر، وهما معظمهم ما جاش عن طريق الاسماعيلي، واللي جه عن طريق الاسماعيلي كان بالتراضي، وكلهم كانوا ممكن يمشوا ببلاش بعد 6 اشهر. فاثرنا ان احنا ندي الاسماعيلي حقه في توقيت كويس عشان ما نغيرش صدر الجمهور، واستفاد الاسماعيلي بلعيبه واستفاد الاسماعيلي بفلوس. ده لم يحدث. المقارنه مش وارده، مش هي كده خالص. انت ما جيتش اشتريت مني لعيب واغرته بالمال فقلت لك وفضل له شهرين ثلاثه ولا انت؟ لا، المساله انك انت يعني مركز في انك انت يعني. وانا مش بلوم البيراميدز، ما حدش طلع من النادي الاهلي علق ان بيراميدز غلطان خالص. احنا بنكلم لعيبتنا، خليكم واضحين. هو الاهلي زعلان ليه؟ زعلان ان حد ماشي وراح ياخد فلوس اكتر؟ قطعا لا، لانه مش من حقه، مش منطقيه ان انا اقول لواحد انت ازاي تاخد فلوس اكتر ما وتروح عشان تاخد فلوس اكتر. روح خد فلوس الحته اللي تعجبك، بس لا تقول لي بصلي استخاره، ولا تقول لي مش هلعب غير عندك، ولا تقول لي هشوف وبس تفاوض وجيب الاستغنى وانا معاك. وبعدين لما اقول لك جبت الاستغنى تفاجئ الناس كلها ان لا 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 ازاي كده استنى. هو ده عدم الوضوح.